على بسم الله الرحمن الرحيم. فترة الإعداد مهمة لتدريب الفندمنتالز الأسس. يعني أنا من أدرب أروح أبتعد وأدرب ما يعرف بال ما يعرف بالسيستم، نظام اللعب، لأن من واجباتي خلال فترة كمدرب خلال فترة الإعداد أنا أدرب أنظمة اللعب، يعني يسمون قبل إحنا كنا نسميه يعني نظام يعني التشكيل الأساسي، تشكيل احتياط، تشكيل بديل، كذا كذا، الآن يسمى كل أعطوا تسمية واحدة يسموه flexibility of the system of أو flexible system of a play، اللي من خلاله يكون عندك مرونة في تغيير التشكيل خلال لكن خلال فترة الإعداد اهتم بتدريب المثلثات والمربعات في كل الساحة. فعلى سبيل المثال الحصر، يعني أنا لما أريد أدرب المثلثات أدرب الباسنج بالمثلث، أدرب الباسنج بأشكال مختلفة. يعني بنفس المثلث يصير باسنج بأشكال مختلفة. يعني شنو باسنج بأشكال مختلفة؟ خلي مثلث 15 هذا 15 هذا 15 هذا، خلي مجاميع اللاعبين مالتي دائما اقرب دولة من المكانات اللي هم يلعبون بها، المدافع تقريبا مكان مدافع مكان كذا، في المناطق اللي هم نسبة عالية من حركتهم بها، وابدي ادرب المناولة. المناولة لان اساس التكتيك الان هو المثلثات، مثلثات متحركة طول وعرض الساحة. اي سيستم تلعبه تحتاج الى انت تحتاج الى ما يعرف بالمثلثات. وفي تدريب يسمونه المربعات. فذني قبل ان ادرب السيستم، قبل ان ادرب الفورميشن يعني الشكل ونظام اللعب، يجب اهتم بهن وادربهن. وين ادرب ذني؟ ادربها فترة اعداد. اين في فترة اعداد؟ في فترة اعداد العامة. في اي جزء في فترة اما اسويها كاحماء او تسويها ك يعني بعد فترة الإحماء أو ما يعرف بتمارين التكنيك. زين، هم هي اللياقة هي هذه التمارين. يعني على سبيل المثال أنت شوف التمرين هذا بسيط، يعني أنا أول شيء أبدي به دائما كله 3 دقائق إلى 2 دقائق وراح 3 دقائق إلى 2 دقائق وتغير من شكل المناولة، مرة من السباق، مرة من لاعب يمر ويروح على اللاعب يتحرك له، أما يتحرك له خارج المثلث داخل، المهم لاحظ الأشكال اللي يعني واضح. يكون هذا مثلثي يبادلون الكرة لمدة دقيقتين، راحة دقيقة، ثم الآن شوف شو راح يصير، ثم فعالية ثانية، مثلث مناولة، يتحرك اللاعب باتجاه الكرة بمنتصف المسافة يرجع، فيتحركون اللاعبين يهاجمون الكرة منتصف المسافة ويرجعوا. هاي فعالية اثنين دقيقتين الطراحة، فتتكرر العملية، شوف كل أعطي وأروح يسمون مناولة المزدوجة، يعطي ويرد لك الكرة هاجم المنتصف، ثم تغير منها. مثلا على سبيل المثال الحصراني، أنه اللاعب يجي للمنتصف يستلم من المقابل يرجع لمكانه. شوف اللاعب، دائما اللاعب يجي، شوف اللاعب وين يجي، اللاعب يجي إلى المنتصف ويرد الكرة. يعني غير من أشكال حركة اللاعبين على أضلاع المثلث. هذه التمارين تختصر بها الزمن عندما تدخل في تدريب التشكيل، لأن تدريب التشكيل من تدخل به دون أن تقدم له لتدريب المثلثات والمربعات يكون به صعب الفهم أو يكون بدون مقدمة. أما إذا فريق لاعب تشكيل وراح تلعب بنفس التشكيل، فممكن أن تعطيها لهذه التمارين بفترة الإحماء زين، وهي يسموها إعادة ذاكرة اللاعبين لكيف يتحرك المثلث بالتشكيل، لأن يعني المثلث بالتشكيل عدة مجموعة من الحركات، افصلها من التشكيل، دربها بالمكانات اللاعبين، ثم خذها ورجعها دربها بالتشكيل الحقيقي 4-2-3-1 مثلا، 4-4-2 4-3-3 4-3-2-1 4-5-1 وهكذا. ف
فيكون انت يعني قد استغليت الفرصه استغلال كامل في فتره الاعداد لاعاده تفكير اللاعبين بحركات المثلث. في كثير من حركات المثلث الان، انا انت حركه واحده واثنين وثلاثه واربعه، في خمس حركات الان. المثلث هذا يتحرك بعده اشكال، من الثبات ثم من الحركه، من الحركه لخارج المثلث يرجع الكره، او لداخل المثلث يرجع الكره، او على خط مستقيم ويرجع الكره، او على خط عمودي ويرجع الكره. فالمثلث مو شكل ثابت وتستخدمه في السيستم، هو شكل متغير. وهي حركات المثلث بعد دراسات كثيرة والجو إنه مجمل حركات المثلث في كرة القدم عندما يطبق بأي تشكيل هي هاي الحركات اللي تصير أمامك بالصورة. فركز شوية، أنا مستعجل على فترة الإعداد، عند المدربين العرب يسمون فترة إعداد مميزة، فهاي لا تنساها، هاي تمارين حلوة بسيطة، عندك وقت أنت تركز على تدريب التكنيك. لكن هذا التكنيك وين راح ينفعك؟ ينفعك بما يعرف بتطبيق التشكيل الفورميشن، أو ما ينفعك في تدريب نظام اللعب، سواء البناء أو يعني البناء في حركات مثلث كثيرة، اللعب الطويل في حركات مثلث تصير بساحة المنافس كثيرة. فإحنا نقتطع الصورة الصغرى من التشكيل، مناطق الساحة المختلفة، وندربها داخل، بس تعطيها وقت، هذا منتج التمرين. وانت نفس الشيء ضع المربعات بأشكال مربعات، ونفذ التمارين الستة، تسمى للمربعات تمارين ستة، هي لو لداخل المربع لو لخارج المربع، لو باتجاه المستلم لو بعيد عن المستلم، لو استلام ولعب اللاعب الآخر. يعني أساسيات كرة القدم هاي من التمارين اللي يركز بها على تعليم اللاعبين، يعني الشباب، على حركة المثلث. حركة المثلث مهمة، وفي المثلث مجموعة من التمارين الراقية جدا جدا في كرة القدم، اللي تسمى مثلث في ساحتك، مثلث في الوسط، مثلث في ساحة المهاجم. مثلث في ساحتك ينتقل للوسط، ينتقل لساحة المهاجم، يعني في موبيليتي، يعني تمنح لاعبين قابلية حركية مع المثلث. فهاي نوع من أنواع التمارين اللي أريد تركزون عليها في فترة الإعداد وتعطوها وقت جيد، سواء بالإحماء أو مع الإحماء أو بعد فترة إحماء جيدة ومناسبة بالكرة. أترك لك تشوف الحركات، حركات بسيطة لتزيد المسافة بين، لا تخلي مسافة بين اللاعبين أكثر من 15 متر، لأن هنا إحنا اهتمامنا بالتكنيك، ما نهتم بأكثر من التكنيك. حتى اللاعب الآن شوف خارج المثلث الكرة يركض نصف ال 15، يعني 7 يارد، يعني إحنا نركز هنا على التكنيك، تكنيك تكنيك، كل التكنيك هنا. ثم أجي أشيل هاي الحركات، شوف تقريبا اللاعبين كل من بالمكان اللي عبيه بالساحة تقريبا، وأشيل هذا بعد. يعني من تدخل في تدريب التشكيل، يجب أن تدخل في تدريب التشكيل فترة الإعداد. المدرب اللي ما يدخل في تدريب التشكيل مدرب يكون قد أخطأ خطأ كبير. كثير من المدربين، أنا قال لي لاعب مرة قال دكتور إحنا ولا مرة، واحد علمنا التشكيل نلعب 4-4-2، بس ما حد طاني تمارين اللي يسموها تمارين التشكيل أو تكتيك التشكيل. قلت له يعطيك، بس ما يقول لك هو من 4-4-2، لكن هو يعطيك. وبعدين عليك أن تدرب التشكيل بنصف الساحة طولا، وتحول إلى 3-4 الساحة طولا، وتحول إلى كل الساحة نصف الساحة عرضا، وتحول إلى 3-4 الساحة عرضا، ثم تنتهي بتدريب التشكيل بين منطقتي الجزاء فقط. يعني يستحسن أن لا تدرب التشكيل بين الهدفين بشكل متكرر، دائما احصر تدريب تشكيل تكتيك التشكيل فيما يعرف به المنطقة المحصورة بين منطقتي الجزاء. وهاي مواضيع طبعا يراد لها وقت، يراد لها محاضرات، يراد لها رسوم، ويراد لها براكتيكال عملي. أنا تقريبا أعطيك شكل عملي الآن، أن أي مدرب ياخذ الآن في معسكر التدريب يدرب المثلث، يدرب المربع،
ثم نبه اللاعبين بالليل بعد العشاء لان هم متجمعين يقول احنا المثلثات مهمة في التشكيل، يضع التشكيل ويبين لهم شلون نلعب المثلثات، لكن هو يكون اصلا قدم للمثلثات من خلال تدريب فاندي منتوس اسس المثلث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.